مديح الحسن، تساهمون اليوم في إغناء النقاش تلو الخطاب الملكي السامي راهنية العلاقات المغربية الجزائرية. كيف جاءت هذه الدعوة حيث صدف حزبكم اليوم مجموعة من رؤساء الأحزاب السياسية لإعطاء وللمساهمة في إغناء هذا النقاش السياسي؟ هذا اللقاء هو يأتي في إطار متابعة الحزب لقضايا الرأي العام، قضايا السياسية والمخاض السياسي الذي يعيشه بلادنا، على إطار الخطاب الملكي والاقتراح الآلية السياسية والاقتصادية للحوار. وهذا موضوع كبير لا يمكن أن يمر دون نقاش. طبعا الحزب السياسي المتابع للقضايا الوطنية ضروري أن يعطي رأيه أو يقوم بأي دور ولو بسيط في إطار الدفع بتوعية المواطن وباستشعار المسائل التي يعيشها الوطن. الحضور ديال الأحزاب السياسية اللي ذكرتي هو أول ما كاين تنسيق بين معنا مع مجموعة الأحزاب السياسية، ونظرا لمحدودية المكان رأينا أننا نستدعي جل الأحزاب السياسية التي ننسق معها. ولذلك المهم ليس هو في عدد حضور أحزاب سياسية، ولكن كاين اليوم في القاعة كاين 5 الأحزاب السياسية اللي حقيقة تطوعوا. نعم. فالاستدعاء الرسمي ما موجهش اليوم غير تطوع. نعم. وملي عرفوا أنه الموضوع مهم جاوا باش يشاركوا معنا. نعم سيد الأمين العام، هل سرتم خذوا عن هذه الندوة خطوات عملية تذهب في سياق الدعوة الملكية للحوار وهذه الآلية السياسية مع الإخوة الجزائريين؟ احنا الاجتماع ديالنا او هذه النواة الفكرية هي تسمين للخطوة صاحب الجلالة، واللي كنعتبرها رائدة لا تقل أهمية عن مقترح الحكم الذاتي. لأن إذا لاحظتوا دوليا كاين استجابة وكاين نقاش على الصعيد الدولي حول مبادرة المغرب، لأنه حتى الأوروبيين والغرب بصفة عامة لا يفهمون فكرة إغلاق الحدود بين البلدين، والناس وصلوا للمشاركات. نعم. يعني الناس قضوا على المنافسة. نعم. تقريبا ما بقتش منافسة، ولات مشاركة. نعم. في مسائل تجارية. نعم. فكيف في المسائل الاجتماعية والسياسية التي لا تخضع للربح والخسارة. نعم. بقدر ما تسعى إلى كرامة وتكريم المواطن وتوفير العيش الكريم له. ولذلك أنا كنظن كاين استجابة، وستكون هناك ضغوط حول هذه المسألة، لأن عندما تكون هناك نزاعات إقليمية لا يكون هناك وضوح في هذه البلدان، وتكون غير آمنة، وقد يمتد منها الشر إلى الضفة الأخرى. نعم. نعم سيد الأمين العام، نترقب ويترقب المغاربة والرأي العام الدولي جلسات الحوار التي اقترحها كولر في الأشهر القليلة القادمة بجنيف. ما هي انتظاراتكم من جلسات الحوار التي فرضوا فيها على الجزائر وموريتانيا إلى جانب جبهة البوليزاريو الجلوس إلى الحوار مع المغرب؟ يقول حل الحوار ما نقدرش نتكهنوا من النتائج ديالو، لأنه الحوار ما تغيرش المبادئ. المبدأ العام ديال الحوار هو الوصول إلى حل سياسي مقبول. نعم. ومتفق من جميع الأطراف. نعم. إذن هذه بوحدها ما نبغوهاش الخصوم الوحدة الترابية، لأنهم لا يقترحون حلا. نعم. إلى حدود الساعة الموجود على طاولة الحوار هو حل الحكم الذاتي. نعم. اللي هو في إطار فيدرالية، في إطار يعني هو متقدم وعصري. نعم. ولكن لا يوجد أي
أي مقترحين من الآخرين، لأن الحوار هو الأخذ والعطاء. هنا غادي يكون مشكل، لأن ثانيا كاين واحد البوليزاريو ما عندوش سلطة القرار، هذا مشكل. لا يمكن أن يأخذ قرارا ليس له قرار مستقل، ولذلك حنا فننتظروا نتمنوا يكون يغيروا من المواقف ديالهم، أطراف يغيروا من المواقف ديالهم ويسلوا الحل اللي هو هذا المشكل هذا. نعم، إذا شكرا.